أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. طالع في المدى، هيئة المساءلة تستبعد 17 مرشحا من السباق الانتخابي وتستدعي 150. ونقرأ في القدس العربي، فصائل الحشد الشعبي ترفض الانسحاب من الأنبار رغم إتمام مهمتها. ونطالع في العربي الجديد، توغل تركي داخل الأراضي العراقية واشتباكات مع الكردستان. أما في الخليج الإماراتي، نقرأ تحت عنوان النظام السوري يسيطر على 83% من الغوطة وعينه على حرسته. ونتصفح في الحياة، استشهاد فلسطينيين نفذ عملية طعن في القدس القديمة. نشر موقع الخليج أونلاين توقعات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في أيار المقبل. وأخيرا وليس آخرا، نطالع في عربي 21، بوتين يفوز بولاية الرابعة بأكثر من 70% من الأصوات. كشف تقرير لموقع أوبد نيوز الأمريكي عن مقتل 2.4 مليون عراقي منذ بدء الغزو الأمريكي على العراق في آذار 2003، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي لا يملك أدنى فكرة عن فداحة الكارثة التي أطلقها الغزو العنيف على البلاد والناس هناك. وذكر التقرير أن الجيش الأمريكي طالما رفض إعطاء أرقام محددة لأعداد الوفيات العراقية، فيما صرح حينها الجنرال تومي فرانكس قائد الحملة العسكرية للجيش الأمريكي في العراق، حيث لا يقوم بإحصاء الجثث. التقرير أشار إلى أن أحد الاستطلاعات وجد أن الأمريكان يعتقدون أن أعداد الوفيات بين العراقيين تقدر بعشرات الآلاف، لكن الحسابات بأفضل المعلومات المتاحة تشير إلى تقديرات كارثية، حيث قتل ما لا يقل عن 2,400,000 عراقي منذ الغزو حتى الآن. وأضاف أن عدد الضحايا العراقيين ليس مجرد نزاع تاريخي، لأن عمليات القتل ما زالت مستمرة حتى الآن. فمنذ سقوط عدد من المحافظات العراقية تحت سيطرة داعش عام 2014، قادت الولايات المتحدة وحلفاؤها أقصى حملة قصف جوية على العراق منذ الحرب في فيتنام، حيث أسقطت طائرتها 105,000 قنبلة وصاروخ، حولت مدينة الموصل وغيرها من مدن سوريا إلى أنقاض. وتابع أن تقريرا استخباريا كرديا عراقيا قدر أن نحو 40,000 مدني قتلوا في قصف الموصل وحدها، وما زالت هناك الكثير من الجثث المدفونة تحت الأنقاض حتى الوقت الحالي، حيث وجد مشروع حديث لإزالة الركام واستعادة الجثث في حي واحد فقط في الموصل، نحو 3,535 جثة تم تحديد 20% منها كمقاتلين لداعش و80% مدنيين، ولا يزال نحو 11,000 شخص في الموصل في عداد المفقودين من قبل عوائلهم. ويختتم الموقع الأمريكي بالإشارة إلى أن تقريرين صدرا من مجلة لانست الطبية البريطانية في أعوام 2004-2006 قد أكد أن نحو 600,000 عراقي قتلوا في الأشهر الأربعين الأول من الحرب واحتلال العراق، إضافة إلى 54,000 آخرين قتلوا نتيجة العنف المتصل بتداعيات الحرب. كشف تقرير لصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية أنه على الرغم من مرور 15 عاما على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فإن معظم طلاب الثانويات الأمريكية لا يعرفون شيئا عما قامت به بلادهم في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في العراق من افتعال الحروب وصناعة الإرهاب. وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها المعلمون واضحة، ففي العالم المليء بالامتحانات الموحدة بشكل سائد، يميل التعليم إلى التخلي عن أحداث التاريخ الحديث وإهماله،
حتى لو كان هذا التاريخ ضروريا لفهم الجغرافيا السياسية الحديثة، خصوصا أن التواجد الأمريكي في العراق لم ينتهي بعد. وتابع أنه في نيويورك على سبيل المثال ضمنت وزارة التعليم هناك اسم العراق فقط في سطر واحد في القسم الفرعي من معاييرها عن دور الولايات المتحدة في العالم بعد عام 1990، حيث تم جمع العراق بأحداث 11 أيلول وقانون باتريوت المتعلق بالحرب على الإرهاب، ويتم الطلب من الطلاب تفحص قرار غزو العراق وتعقب مسار النزاع الذي يكبر مع الحرب. من جانبه قال مدرس الاجتماعيات في مدارس وارن الابتدائية أدم موجبليسكي: الكثير من الأطفال الصغار ليست لديهم خلفية قوية بما فيه الكفاية، فمن الواضح أنهم يعرفون عن أحداث 11 أيلول أكثر مما يعرفونه عن العراق، مضيفا أن لديهم فكرة بدائية للغاية عن الحرب، لكن الكثير من المعلومات مضللة بالنسبة لهم. الصحيفة تشير إلى أنه ما لم يكن لدى الطلاب أحد من أفراد العائلة مشترك بحرب العراق فإنه نادرا ما يسألون المدرسين عن أسباب نزاع الولايات المتحدة مع تلك البلاد، مضيفة أنه لا يوجد في الواقع أي معرفة على مستوى القاعدة بحرب العراق، على الرغم من أنها لعبت دورا هائلا في تشكيل السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة والمساهمة بشكل كبير في ظهور تنظيم الدولة. نشرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية مقالا لكريستينا لام بعنوان تنظيم الدولة رحل عن الموصل ولكن قنابله ما زالت موجودة، وتقول فيه الكاتبة إنه بعد 8 أشهر من استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة في تموز الماضي ما زالت المدينة مدمرة وتنتشر في شوارعها سيارات محترقة، وكما لو كانت الحرب قد انتهت للتو. الصحيفة تضيف أن الكثير من المنازل المدمرة ما زالت تحوي جثثا وأشلاء قتلى، ويضم بعضها رفات أسر بأكملها، وتقول إن تنظيم الدولة قد يكون غادر عاصمة خلافته السابقة شمالي العراق، لكن مهمته الدامية ما زالت مستمرة، وتقول إنه يمكن رؤية قذائف الهاون وقنابل يدوية لم تنفجر منتشرة في أرجاء المدينة، كما أن التنظيف حول المدينة بأسرها لما يشبه حقل ألغام. وقال الميجر جنرال فيليكس جيدني نائب قائد القوات البريطانية المشاركة في قوات التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة في سوريا والعراق للصحيفة إنه بينما كان تنظيم الدولة يغادر المدينة زرع أرضها بالمتفجرات والألغام. وأضاف فيليكس: عثرنا على متفجرات وضعت في علب غذاء طعام الرضع أو مثبتة في أثاث المنازل أو داخل الكتب، وبهذا يكملون حملتهم حتى بعد مغادرتهم المدينة. وتقول الصحيفة إن مسلحي التنظيم خلفوا عبوات ناسفة تنفجر عندما تطأها القدم، وأخرى تنفجر عندما يحاول شخص رفعها من الأرض، بينما ينفجر بعضها بجذب خيط لا تلاحظه العين سريعا، وأحيانا بالأشعة تحت الحمراء. الصحيفة تنقل عن بير لودهامر مدير برنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام، قوله إنه حتى الآن تمكنت فرق إزالة الألغام من تفكيك 27,000 لغم من الموصل، وأضاف: لم يقم أحد من قبل بوضع كل هذا الكم والعدد من المتفجرات في مكان قبل مغادرته، مشيرا إلى أن فرقه عثرت على المئات من مصانع المتفجرات. في سوريا من يصدق أن 7 سنوات كاملة مرت على الثورة السورية، أكثر من 500,000 شهيد وأضعافهم من الجرحى والمعتقلين وملايين المهجرين في الداخل والخارج، ولم يتمكن نظام الأسد من الانتصار على الشعب السوري. ياسر الزعاتر يقول في صحيفة الدستور الأردنية إنه منذ العام الثاني للثورة لم تعد المواجهة بين النظام الطائفي المجرم وبين الشعب، فقد دخلت إيران بكل ثقلها وقوتها على الخط من خلال حرسها الثوري وميليشيات جلبتها من أصقاع الأرض فضلا عن حزب الله. باعتراف حسين همداني جنرال الحرس الثوري القتيل في مذكراته: كان بشار يبحث عن مأوى ويتأهب للرحيل عن دمشق مطلع 2012، حين اتخذ خامنئي قرار التدخل العسكري
مخالفا بذلك رأي أكثر السياسيين والعسكريين في إيران. باعتراف عبد اللهيان، وليسجل التاريخ هنا أنه هو المجرم الأكبر ضد الشعب السوري، كان خامنئي قد اعتبر ربيع العرب صحوة إسلامية قبل أن يحوله إلى مؤامرة أمريكية صهيونية. حين وصل سوريا تدخل خامنئي بأمواله ورجاله في سوريا، ولكن ذلك لم يسفر عن وأد الثورة، فكان أن طلب تدخل روسيا التي قال رئيسها بوتين إنه سينهي مهمته في غضون شهر، وها هو بعد عامين يجد نفسه أمام تمدد أمريكي في البلاد لم يكن موجودا حينها. ويعلن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تسيطر على ثلث التراب السوري. صحيح أن النظام قد استولى على الكثير من معاقل الثورة كما هو حال حلب، وها أنه يحرق الغوطة الشرقية، لكن ذلك لم يكن إلا دليلا على بسالة الشعب السوري الذي تصدى لقوة إقليمية وقوة دولية وسط تواطؤ من العالم أجمع على ثورته. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن سوريا باتت مجزرة العصر التي تواطأت على دماء أبنائها كل القوى الكبرى، وهي الثورة التي سقط الكثيرون في امتحانها وافتضحت شعاراتهم الثورية والقومية والمذهبية. لم تضع الحرب أوزارها بعد، ومن تورطوا في الدم السوري دفعوا ويدفعون أثمانا باهظة حتى بحسابات الدنيا. أما في محكمة العدل الإلهي فلهم حساب آخر. هل الرهان على دور لروسيا كقوة اعتدال على الصعيدين الإقليمي والدولي في محله؟ هكذا يتساءل الكاتب، موصف أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي فاز بولاية رئاسية جديدة لم يستطع لعب دور القوة العاقلة الذي كان من المفترض أن يكون قد لعبه ببلاده في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذا الدور يتطلب الخروج من عقد الماضي والانتماء إلى الفضاء الأوروبي، بعيدا عن الوهم القائل أن في استطاعة روسيا استعادة دور القوة العظمى وموقعها كما كانت عليه الحال أيام الاتحاد السوفيتي. يستهل بوتين ولايته الرئاسية الجديدة في ظل أزمة عميقة في العلاقات مع بريطانيا. أخذت هذه الأزمة بعداً جديداً بعد انضمام الولايات المتحدة ومعها فرنسا وألمانيا إلى المنددين بمحاولة قتل الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال بواسطة السم في مدينة سالزبري، وهي مدينة تقع غرب إنجلترا. بعيداً عن الأخذ والرد وتبادل روسيا وبريطانيا الاتهامات وإبعاد دبلوماسيين من البلدين من موسكو ولندن، لا تبشر الولايات الجديدة لبوتين بالخير. لعل أكثر ما لا يبشر بالخير هو اهتمام العالم بتسميم العميل المزدوج في سالزبري، وغض الطرف عما يدور في سوريا حيث تقتل الطائرات الروسية يومياً عشرات المدنيين في الغوطة الشرقية التي تقع على مشارف دمشق. ليست السياسة الروسية في سوريا سوى امتداد لسياسة بوتين في الداخل الروسي. لم يتوانى الرئيس الروسي في مرحلة معينة عن تسوية مدينة مثل غروزني بالأرض لإخماد ثورة الشيشان في العام 2002، لكن في كل ما له علاقة بروسيا الأوروبية هناك وسائل وأساليب أكثر حضارية تنم عن عقل قادر على التكيف مع المستجدات. الكاتب يرى أن بوتين سينجح إلى حد كبير في إبقاء شبح ستالين مخيما في الداخل الروسي وحتى في خارجه، لكن السؤال الذي سيطرح نفسه يوميا: من سيخرج روسيا من مأزقها السوري؟ هكذا يتساءل الكاتب. ومن تلك الطائرات من دون طيار التي تحلق بين حين وآخر فوق قاعدة حميم في اللاذقية؟ نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحليلا بقلم فيليب بامب تساءل فيه عن الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أندرو ماكيب، وإلى أي زمن تعود جذورها، وما أبرز الانتقادات التي وجهها ترامب عندما كان مرشحا لزوجة ماكيب، وهل يرتد عزل ماكيب على ترامب نفسه؟ الكاتب أشار إلى أن أول مرة تعرض فيها ترامب علناً لسمعة ماكيب كانت بعد نحو 3 أشهر من بدء المكتب تحقيقاً بشأن الروابط بين حملة ترامب والتدخل الروسي المزعوم،
وذلك في الفترة التي كان لا يزال فيها مرشحا في 2016. وتضيف الصحيفة أن ترامب لم يكن يعلم بهذا التحقيق في ذلك الوقت، وأنه كان ينتقد ماكيب. وتشير الصحيفة إلى أنه سبق لترامب أن غرد في 23 من تشرين الأول 2016 أن زوجة ماكيب تلقت مئات الآلاف من الدولارات على شكل مساهمات سياسية من حليف مقرب من هيلاري كلينتون. وتضيف أن هذه المساهمات تعود إلى 2015، أي قبل أن يكون لماكيب دور في التحقيقات المتعلقة باستخدام هيلاري كلينتون خادم بريد خاص، وأن هذه المساهمات كانت من ضمن العديد من مثيلاتها التي قدمها حليف كلينتون حاكم ولاية فيرجينيا تيري ماكلويف للمرشحين في انتخابات فيرجينيا. وتشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد بدأ التحقيق بالفعل، وهو التحقيق الذي أصبح منذ ذلك الحين أكبر شوكة في خاصرة ترامب. الصحيفة تضيف أن مكتب التحقيقات واجه بالفعل ضغوطا من الرئيس ترامب في الكواليس، ذلك للحد من التحقيق مع فريقه، وأن ترامب طلب من ماكيب وكومي التنكر علنا لتقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز يتعلق بالاتصالات بين فريق ترامب والروس، لكن ماكيب وكومي لم يستجيبا إطلاقا للطلب. وتشير الصحيفة إلى أن إقالة ماكيب تعد جزءا من حرب هذه الإدارة المستمرة على مكتب التحقيقات الفيدرالي وعلى جهود التحقيق الخاص الذي لا يزال مستمرا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. بعيداً كل البعد عن السياسة، استطاع الصينيون إنتاج برنامج إلكتروني لاستنساخ أي صوت يريدون خلال 6 ثوان، ليضعوا به أي كلام يريدون نشره، متفوقين على كل المحاولات التي جرت وتجري في الغرب للوصول إلى الهدف نفسه. وأقل صحيفة تايمز البريطانية إن شركة بايدو الصينية العملاقة التي توصف أحياناً بالنظير الآسيوي لجوجل أنتجت برنامجاً أطلقت عليه اسمه ديب فويس لاستنساخ الأصوات، يستخدم تقنية في الذكاء الاصطناعي تدعى الشبكة العصبية العميقة لمحاكاة الأصوات البريطانية والأمريكية من مقاطع صوتية قصيرة وقليلة العدد. وأثار هذا التطور المخاوف من ظهور أنواع جديدة من الأخبار أو المعلومات المضللة الخبيثة، مما يجعل التلاعب بأصوات السياسيين والمشاهير مثل لعبة للأطفال لكل من يمتلك البرنامج المعني لحاسوبه. أترككم مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.